امتى نكشف على البيض بتاع طيور الزينة عشان نعرف البيض ده فيه جنين ولا ما فيهوش جنين، وايه الشكل اللي احنا بنشوفه في حالة لو فيه جنين او الجنين دوت لو ميت او حي او البيضة فاضية ما فيهاش جنين. كل ده هنشوفه في الفيديو بتاعنا النهاردة، فركز معايا في الفيديو ويلا نشوف الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الحلقة او الفيديو رقم 7 في السلسلة بتاعتنا بتاعة تجهيزات الموسم الجديد. الفيديو دوت هنتعلم فيه ازاي نكشف على البيض وازاي نعرف البيض فيه جنين ولا لا. بتجيب كشاف الموبايل وبتحط البيضة على الكشاف من الناحية العريضة وبتشوف زي ما انت شايف دلوقتي في زي شعيرات دموية كده جوه البيضة، تعرف ان البيضة كده فيها جنين ولسه عايش وكويس. دي برضو بيضة تانية برضو فيها اللون، طول ما في لون المحمر ده البيضة دي برضو لو في حالة ان الجنين كبير يعني خلاص قرب ان هو يفقس، هتلاقي اغلب البيضة لونها احمر والشعيرات الدموية زي ما انتوا شايفين كده موجودة واللون كله احمر، مفيش صفار او مفيش غمقان، كده البيضة سليمة. طيب هل البيضة لما تكون فاضية هيكون شكل البيضة عامل ازاي؟ زي ما انت شايف كده هتلاقي البيضة كلها فاضية فيها سائل بيبقى لونه كده مع الاضاءة بيبقى لونه اصفر، فدي كده بيضة ما كانتش مخصبة. امتى اكشف على البيض اصلا؟ مفروض ان عمر البيضة ما يكونش اقل عن 7 ايام، من 7 ل10 ايام عشان اقدر احكم عليها. دي برضو البيضة فيها جنين، شايف الحمار اللي في البيضة من جوه ده اللون الجنين ولون الدموية اللي موجودة في الجنين. طيب لو انا بكشف على البيض قبل المدة، يعني انا في حالة البيض ده لا هو مش 7 ايام هو اكتر من كده، لو كشفت بعد 7 ايام او 10 ايام او 8 ايام هتلاقي الحمار قليل بس هتلاقي برضو الشعيرات الدموية موجودة، ده بيضة تانية برضو. بص كده معايا بقى في ايه لما تقلبها، يعني انت ممكن ما تشوفهاش من نفسك، الصفار اللي في البيضه دي في جنين كابس، يبقى انا كده وريتك شكل الجنين السليم والجنين اللي ميت. البيضه دي في صفار وفي لون غمقان، بص على شكل البيضه اصلا ولو قارنته ما بين اي بيضه تانية هتلاقي لون البيضه القشره بتاعتها قريب من الرمادي او بيبقى فيه حته غامقه عن بقيه، تعرف ان البيضه دي كده ايه كبسه او فاضيه. دي بيضه برضو فاضيه ما فيهاش بذرة. ليه بكشف بعد 7 ايام؟ عشان خاطر يكون ضمننا ان حصل تكون للجنين. لو كشفت على البيض قبل المدة ديت هلاقي البيض كله فاضي فيبقى كده الحكم غلط، واقول ان البيض فاضي لكن ما بيكونش فاضي، بيكون لسه فيه بذرة بس ما تكونش جنين، ده برضو جنين بس قرب يفقس. لو تاخد بالك برضو الشعيرات الدموية موجودة، يبقى انت عشان تكشف صح لازم تكشف بعد مدة تسمح بتكون الجنين. بعلم بعد كده بقى على البيض اللي انا كشفت عليه، بعمل اكس او اي علامة على البيض اللي فاضي عشان ما اكشفش عليه تاني. يعني انا لو كشفت بدري وكان في جزء من البيض خلاص اتأكدت ان في جنين، بعمل اكس على البيض اللي ما فيهوش جنين او ما شفتش فيه الشعيرات الدموية عشان خاطر لما اجي اكشف تاني مرة اكشف على البيض ده بس. كده الفيديو بتاعنا خلص، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ولو انت جديد معانا فشرفتنا واشترك في القناة عشان تشوف كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.